دكتور، عايز اعرف منك بقى يعني احنا اخبار تصنيفنا الافريقي ايه، وكمان مين ابرز بقى الدول اللي احنا المفروض نعملها حساب بقى في افريقيا وفي بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله؟ هو الحمد لله رب العالمين، مصر الحمد لله رب العالمين ليها الرياده والسياده الحمد لله الافريقيه. تمام. ولكن طبعا ده ما بيخلاش من ان دول شمال افريقيا دايما هي اللي بتعتبر المنافس بتاعنا في البطولات الافريقيه، خاصه تونس والجزائر والمغرب هم اللي بيعتبروا المنافسين. الا اذا كان بيظهر احد اللاعبين من جنوب افريقيا او من السنغال او من الدول الافريقيه في احد الاوزان، ولكن دايما المنافسه بتتم ما بين دول شمال افريقيا. فاحنا الحمد لله رب العالمين في الفترة الأخيرة ماشيين كويس، والمنافسة الحمد لله رب العالمين كانت ماشية في صالحنا، ونتمنى بإذن الله إن شاء الله إن احنا نستمر على حفاظنا على المكان بتاع المكانة بتاعتنا والمركز بتاعنا إن شاء الله بإذن الله على المستوى الأفريقي يا رب.